Hi. Andrea. Andrew Lino. Bueno. The Kourou station. فالحمد لله من جوبا لحد هنا كمان انا وصلت انا مرتاح شديد انا انه بلت اي وفي النهايه هو بلت اي وصلوا بلت اي اي ما محل زولت انا ده بلت اي وبلت اي الحمد لله انا جيب عيال تاي مع عفش تاي مع اي حاجه تاي انا ما عنده حاجه تاني They have to rebuild everything. Health facilities, schools, homes, everything has to be started again. So it takes a long time for them to reintegrate into the community. And this is where the government and the UN agencies and NGOs come in. والله يا باتريك انا كنت ما صدق ذاته قال انا وصل في بلد ده لكن قوة ربنا كبير اول شيء انا بشكر لله في كام 40 يوم من اول يوم في بدايه لحد جبنا انا وصلت في نهايه المحل فانا بشكر لله الفتى لنا شاري وفتى لكم شاري